عن أبي الحسن الرضا عليه آلاف التحايا والسلام، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: إن أيام زائري الحسين عليه السلام لا تحسب من أعمارهم ولا تعد من آجالهم. أطال الله في عمركم بخدمة سيد الشهداء والتوفيق لزيارته إن شاء الله وخدمة زواره، ونحن نعيش هذه الأيام قرب الأربعين المبارك. نبقى وإياكم أيها الأفاضل مع المتسابق علي اللامي من فريق علي الأكبر عليه السلام، وهو يقرأ قصيدة يا المسافر للشاعر علي عباس الربيعاوي. بفضل الله سبحانه وتعالى والإمام الحسين عليه السلام قدرت أوصل للمرحلة ما قبل النهاية، فصارت المسؤولية أكبر ولازم نحضر قصائد بشكل صحيح. لذلك طلبنا من فريق التدريب ينطونا ألحان وينطونا قصائد، والحمد لله والشكر حفظناها والتوفيق من الحسين. القصيدة اللي ينطوني إياها اللجنة المدربة كانت جدا جميلة وجدا ملائمة صوتي. إن شاء الله بأدائي راح أقنع اللجنة، والتوفيق من الله والإمام الحسين. اللجنة الكريمة، خدام الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. على حب السيدة زينب عليه السلام والإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. ولداي ما شاء الله، تعال سمعتها والحيل، تعال سمعتها والحيل، ولداي ولداي هو وجرحك سكين بالقلوب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هو وجرحك سكن بالقلوب، ولداي ولداي. وبعد هيلك فدوى يا ابو السجاد، إلك فدوى يا ابو السجاد، ولداي ولداي ولك فدوى شكو من دموع بيا، يا ولك فدوى شكو من دموع. يلا خدام الحسين وين عبي. كلمات الشاعر محمد الفهداوي. مولاتي أم البنين عليها السلام تخاطب الإمام الحسين عليه السلام، شو تقول له؟ يا المسافر عمر ما يسوى وطشنا وراك، هي المسافر راح طش اسماء أولاد بقفاك. ما شاء الله. يا المسافر عمري ما يسوى وطشنا وراك، يا المسافر راح اطش اسماء اولاد بقفاك، والخاطر لدارك ترد مو ماي اثوب لك ولد، والخاطر لدارك ترد مو ماي اثوب لك ولد. يا المسافر يا المسافر، صلوا على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. يا المسافر
عمري ما يسوى وطيشن وراك يا المسافر، راح اطيش اسماء اولادي بقفاك يا المسافر، عمري ما يسوى وطيشن وراك يا المسافر، راح اطيش اسماء اولادي بقفاك والخاطر لدارك تريد مو ما يثوب لك وليد، والخاطر لدارك تريد مو ما يثوب. آه يا المسافر يا المسافر، يلا وانت تلطم يا المسافر، عمري ما يسوى وطيشن وراك يا المسافر، راح اطيش اسماء هلا بيك اك والخاطر الدارك تريد مو ما يثوب لك وليد، والخاطر الدارك جو وبلك وليد يا المسافر يا المسافر، شنه أولادي بوجودك يا حسين، هيك اريدنهم عليك مقطعين، شنه أولادي بوجودك يا حسين، هيك اريدنهم عليك مقطعين، سيوف ورماح واريد سامعين، وعز واحد كون اريد بلا ايدين، وعز واحد كون اريد بلا ايدين، يلوداع يخنق الدنيا اللي يعيشها ضواك، يلوداعك شالع عيوني بكي دور رضاك، لو ينذبح طاري البعيد مو ما يثوب لك وليد، لو ينذبح طاري البعيد مو ما يثوب لك وليد يا المسافر يا المسافر. الله كلمات الله. الأستاذ علي عباس ربيعاوي. أحسن أبو حيدر، أحسن أحسن، والخاطر الدارك ترد مو ما يثوب لك ولد، أحسنت أبو حسين. طيب الله أنفاسك، نسأل الله لك التوفيق. وأحسن الشاعر علي عباس الربيعاوي، وهذه عودة للجنة التحكيم للاستماع لتقييمهم. أبدأ مع أبو مهدي ملا محمد. طيب الله أنفاسك يا علي. الله يحفظك ملا، قواك الله ومأجور على هذا الأداء الرائع. الله يخليك، أنت رائع في كل المراحل كنت يا أبو حسين، واليوم أنا مو بصدد طبعا، مثل ما قلنا أن احنا اليوم
خارج عن يعني موضوع المديح والإيجابيات وكذا، احنا قد نقيم فندخل قبل السلبيات. السلبيات يفترض يعني ان شاء الله، ولكن الشيء الجميل نشوف احنا نوصل رسالة من خلاله. فقط انا اوصل رسالة، انا جدا عجبني اداء ابو حسين في العبودية، بجانب ان شاء الله لكل من المتسابقين والمبتدئين يرون هذا الشيء، بانه حتى لا يقولون مولى محمد دائما يعارض العرب والزخارف وكذا. لا، انا الان احييك بان العرب كانت في محلها الصحيح، كل شيء بمحله يجي حلو ينسمع حلو. فكان لديك عرب جميله، تحريرات رائعه، واجت في محلها وموقعها. ف يعني سمعنا شيء جميل في المقدمه الأبودية. ادائك ما شاء الله، يعني كنت وما زلت متميزا، ان شاء الله تبقى على هذا التميز والتألق اكثر واكثر ان شاء الله. فقط انتبه لعدم الاكثار من هذه الزخارف، فيكون سلاحك الجميل يعني يضيع جماله بكثرته ان شاء الله. انتبه لذلك ان شاء الله. شكرا. احسنت مولى محمد. مولى عمار، وماذا كتب مدادك في قرطاس التقييم؟ والله طيب الله أنفاسك يا حبيبي يا علي. أعتقد أن أبو مهدي يعني هرب من التقييم حتى أترك لك التفصيل، حتى يترك لي التفصيل وأنا خادم لك. طيب الله أنفاسك يا حبيبي، نحن متفقون إن شاء الله في كل النقاط. من العمارة وأنت من العمارة، فأترك لك التقييم. أنا خادم له، أنا هارب من هاي. مثل يعني ما قال أبو مهدي، يعني علي من الأصوات المهمة والجميلة، وهذه الزخارف الصوتية ليست مصطنعة وإنما هي من ذاتيات الصوت، وهذا مما يميز جمالها عندك في أدائك. ولسنا بصدد تقييم الصوت مثل ما قال أبو مهدي، مرحلة تقييم الصوت وجماليته إحنا منتهي من عنده، يعني ما نتناقش به، بس نسولف على بعض النقاط المهمة في الأداء. يعني أولاً يا حبيبي يا علي عباس، إحنا نحاسبك أكثر لأنك متميز أكثر، بيكون الحساب شوية أكثر. زين، أتمنى من نتحفظ المستهل للجمهور كون تحفظ المستهل هو مع المقاصير، فهمت شلون؟ قبل لا تلطمهم، قبل لا يلطمون، حفظهم المستهل مع المقاصير. مو تقرأ أول مرة الشطر الأول من المستهل وتلطمهم يلا النوم تقرأ المقاصير. فهذه مهمة في مسألة تحفيظ المستهل للجمهور، يحفظوه كله. ويا ريت تكون يعني إحنا بعض الأحيان نستخدم إن نقول مثلا يا المسافر عمري ما يسوى وطشنا وراك، يا المسافر شنو عمري ما يسوى، واسمع من عتهم وطشنا وراك، حتى تحس انه اكو فد ربط بينك وبين جمهورك، يحفظون مستهلك حتى يساعدونك. يعني صناعة لغة التواصل بين المؤدي والجمهور، بين المؤدي والجمهور، تنطيهم شيء ينطونك. نعم، بقدر الروح والاحاسيس ووضوح المعنى والكلمات توصلها شقد قدرهن، 50% ينطونك 50% الجمهور الكريم، 100% ينطونك 100%. فلازم تراعي كل الأمور والجوانب. هذه مسألة تكرار جمل لحنية لست بصددها في اللحن، ولكن نقطة جوهرية مهمة. يا المسافر، مرة تسويها يا المسافر، ومرة تقول يا المسافر عمري ما يسوى وطشنا وراك. مرة تسويها طويلة، مرة قصيرة، مرة شوية بها عرب، مرة ما بها عرب. لازم هاي الجمل اللحنية اللي في نهايات القصيدة وفي نهايات الأبيات يجب أن تكون منتظمة. يتفقون وياي أخوتي وأساتذتي، لازم تكون منتظمة. نعم. لو تخليها مع الإيقاع، لو ورا اللطمة، لو قدام اللطمة، لو هالقد وقتها، خلي يكون كل شيء مدروس عندك في القصيدة. الآن أنا شفت أكو مدودات زايدة، أكو مدودات قليلة. ثم ثاني شيء، أنت لازم تكون تختار طبيعة الجمهور، عفواً، اللي تقرأ يمه هيك تفعيلات وهيك ألحان وهيك مدودات، لأنه الجمهور الكريم مو كلهم عندهم أصوات، كلكم عندكم أصوات، فما من ما من الممكن أن يعطونك الجملة الأخيرة صح إلا كنت تنطيهم في وقت زمني محدد، لأن مو كلهم عندهم أصوات مثلك. عيد لي يا المسافر،
يا المسافر عمري ما يسوى وطيش الشنه وراه. جميل، هسه هاي جمله جميله. وراك مره تطولها ومره تقصرها، خليها تكون مدروسه في كل قصيدتك، في كل تفعيلات القصيده، في نهاياتها اقصد بالمستهل مع المقاصير. هذه نقطه مهمه جدا. عجبتني مال السيوف ورماح، طلعتها باحساس جميل، سويت بها في التصرف جميل، صوت متميز ورائع، وكنت جميلا ورادود، واشد على ايدك واشجعك، وانا كلي في خدمتك ان شاء الله. شكرا للفريق الاكبر. احسنتم من العمر، احسنتم من العمر. تفضلوا دكتور. احسنت حبيبي ملا علي، الله يحفظك. طبعا كل هاي الملاحظات اللجنه اتفقوا على ان لا يعطون اي ملاحظه ايجابيه، ملاحظات الايجابيه بالدرجه، بس احنا اللجنه اتفقت حتى نختصر الوقت على الجمهور ويستمتع بمشاهده هاي الحلقه، بس نط الملاحظات السلبيه ان وجدت اللي بيها فائده حتى تصحح من الخطا اللي موجود عندك، وكذلك المدربين ينتبهون نشوف الخطا من يمك من يم المدربين، مع جل احترامنا وتقديرنا لكل الاساتذه المدربين، ونعرف ان شاء الله ما يخطون، لان هذا مجالهم وصار لهم سنوات بهذا المجال، بس احنا حتى نوضح هذا الشيء للجمهور. فارتأت اللجنه انه تطي بس القضايا البسيطه. انت ابدعت اليوم واحسنت وبارك الله بيك، وان شاء الله سبحانه وتعالى ان يجعلك وجيها بالحسين. بالتوفيق ابو حسين، احسنت. وهذا ادائك، يعني تتوقع قناعه اللجنه والجمهور؟ نعم، قناعه اللجنه فالله سبحانه وتعالى وعن الحسين، وقناعت الجمهور، لكن بعض الملاحظات البسيطة انطوني اياها حتى اتعلم من عندها. زين، هذه الملاحظات البسيطة كنت متوقعها بما انه انت تعرف شنو راح تأدي؟ يعني هاي الملاحظات ما كنت متوقعها، لان بسيطة كلش، فقط المستهل وكذا، والحمد لله والشكر. احسنت يا مبدع، نتمنى لك التوفيق والنجاح دوما يا حبيبي. شكرا جزيلا.